مشاهدينا مرحبا، نحن مقررين نكمل معكم بكل هالفترة هيدي لتقطع من البيت انترفيوز، وبحلقتنا لليوم اللي هي حلقة رياضية بامتياز رح نستضيف كوتش سبيرو خوري. سبيرو هو مدرب لياقة بدنية ورح نحكي وياه قد ايه أثرت هالمرحلة هيدي على اللياقة البدنية لكل أفراد العائلة. سبيرو أهلا وسهلا فيك بحلقتنا لليوم. هاي فادي، ثانكيو أول شي على استضافتك لإلي وعلى بروجرامك على مريم تي في اللي عم بيوعي العالم كيف يتصرفوا وكيف يعيشوا بهالوضع الصعب. سبيرو، برأيك أداة أثرت مجمل الأنشطة الرياضية بهالفترة هيدي؟ وإذا فيك تعطينا أمثلة معينة أنت عم تعيشها. فادي، هالفترة كانت صراحة كتير إيجابية بالنسبة للرياضة على صعيد العائلة، لأنه أول شيء الكورونا جمعت العائلة كبداية وصارت الأفراد تتعرف أكتر على بعضها، واللي منهم بيعملوا سبور خلوا العالم يلي منهم كتير انتو سبورتس واللي بيحبوا السبور يجربوها ويتعلقوا فيها أكتر. صرت تشوف يعني مثلا مدام مع بنتها أو كحيلا فردين من العائلة ينزلوا بوست على انستغرام عم يعملوا سبور سوا. صرت بتشوف كتير عيال كبار وصغار عم يمشوا على الطريق مع بعضهم بهايكات. عم نشوف كتير على السوشيال ميديا عيال عم تعمل هايكات سوا، فكانت كتير إيجابية الكورونا بالنسبة للعائلة على مجال الرياضة. كيف تفعلتوا أنتم كمدربين لياقة بدنية مع هذا الموضوع لتقدروا تساعدوا أفراد العائلة؟ شو هن الأنشطة الرياضية اللي نصحتمون أن يعملون بالبيت؟ نحن كمدربين أكتر شيء استعملنا السوشيال ميديا، لأنه هي أسهل طريقة وأسرع طريقة تنفوت فيها على بيوت العالم. في مدربين نزلوا بوستات بيقولوا بيعطوا فيها تمارين فيهم يستعملوا فيها حيالة أغراض فيهم يلاقوهم بالبيت، مثل كنباية مثلا أو قنينة مي يمكن، العالم ما توقف سبور حتى لو كانت محجورة هي بالبيت. في مدربين تانيين فضلوا يطلعوا لايف على انستغرام أو على يوتيوب أو حيالة سوشيال ميديا فون كرمال يعطوا مثلا صفوف أو Q&A، يعني حيالا حدا عنده أي سؤال كانوا يجاوبوا عليه لايف وهن قاعدين بالبيت. فأنا صراحة بهني المدربين على الشغل اللي عملوه، على كيف تعاطوا مع هالفترة وكيف خلوا كل المجتمع يضلوا مكمل يعمل سبور وما يوقفوا. برأيك كمدرب قدي عم يكون في علاقة بين الأنشطة الرياضية بالبيت والراحة النفسية بفترة الحجر المنزلي اللي كلنا عم بيمرق فيها هلا؟ فادي، الرياضة لعبت دورة بإزالة الستريس والضغوطات على الأشخاص بهالفترة خاصة بلبنان، لأن الرياضة الشخص الرياضي بس يعمل رياضة جسمه بيفرز هرمونز اسمهم the happy hormones يلي هن بغيروا المود الشخص وبيخلوه ينبسط أكتر ويفرح. وغير عن هيك الشخص اللي يكون عم يعمل سبور بيكون عم يفكر بس بالسبور، يعني السبور بيخذ له كل تفكيره عن كل شيء ضغوطات وكل شيء ستريس عم بيعيشه وبيفوكس بس على السبور. فالرياضة كتير مهمة كانت بهالفترة، وكل شخص اللي عمل رياضة أكيد حس فيها، حس بالفرق وحس بأقل ضغوطات. سبيرو، شو هي النصيحة الأخيرة اللي بدك تعطيها للعالم لتحافظ على لياقتها البدنية بهالفترة؟ نصيحتي الأخيرة للكل إنه السبور هو صحة، والصحة هي أهم شيء عند كل إنسان أكيد. فما توقفوا سبور حتى لو أنتوا قاعدين محجورين بالبيت، في كذا بروجرام وكذا، وكل الصراحة كل المدربين الرياضيين حطوا شيء تفيدوكم بهالفترة، إن كانت مثل ما قلنا ستوري لايف على إنستغرام أو حيالة سوشيال ميديا أو منزلين بوست بخبروا شو فيكم تعملوا كرياضة أنتوا قاعدين بالبيت. فمش حجة ما توقفوا الرياضة إذا قاعدين بالبيت. وللأشخاص اللي تعرفت جديدة على الرياضة وبس تخلص هالأزمة إن شاء الله سريعا، جربوا عملوا الرياضة اللي أنتوا بتلاقوا حالكم فيها، لأن الرياضة بتغيركم حياتكم، بتخفف عنكم ضغوطات، جسمكم بيصير أصح، بيصير عندكم صحة أحسن ومناعة أكتر. مثل ما هلأ عرفنا من قصة الكورونا إنه
المناعة هي أهم شيء، هي بتدافع عن الجسم من حيالله مرض. فعمله سبور وكله مظبوط، stay healthy و thank you so much فادي. مشاهدينا الأحباء، هالفترة أكيد رح تمرق، خلال هالوقت هيدا تبوا لحالكم، تبوا لصحتكم، اعملوا رياضة والله معكم.